يعني مشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم يعني في فقراتنا في صباح الخير يا مصر. نتحدث الحقيقة عن ملفات عديدة خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة والتصعيد في قطاع غزة. مازال حدثنا عن ما يحدث في القطاع حتى الأطفال وقصف المستشفيات والمدارس في قطاع غزة. يعني أعتقد أنه هناك العديد من الأحداث اليومية اللي بتحصل وبتخرج كل يوم يجب متابعتها، ونحن مع حضراتكم الآن نتابع لقطات حية وبث مباشر من قطاع غزة. يعني كما تشاهدون حضراتكم الآن أعتقد أن الوضع هادئ بعض الشيء عما يحدث كل يوم في هذا التوقيت. يعني كان في هناك قصف منذ قليل على قطاع غزة، احنا متابعين مع حضراتكم بكل تأكيد آخر المستجدات ومستجدات عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة وعلى المدارس والمستشفيات والأطفال. طبعا بكل تأكيد الأخبار خلال الفترة الأخيرة أو الساعات الأخيرة كانت بتتحدث عن إقرار هدنة في القريب العاجل، لكن حتى الآن لم يعلن بشكل رسمي عن هذه الهدنة، وأن هذه الهدنة هي مقترنة بتبادل للمحتجزين من الجانبين في تصريحات عديدة من الجانبين. لكن المقاومة منذ يعني 10 أو 15 يوم كانت تتحدث عن إقرار هدنة أو قرب التوصل إلى إقرار هدنة وتبادل المحتجزين، لكن نتنياهو هو من يقف أمام هذه الصفقة، صفقة تبادل المحتجزين. وزي ما احنا بنشوف وبنتابع منذ ساعات الصباح الأولى أنه في خلاف ما بين مجلس الحرب، ما بين نتنياهو، ما بين وزير الدفاع الحالي ورئيس الأركان الحالي ووزير الدفاع ورئيس الأركان السابق بالنسبة طبعا لقوات الاحتلال فيما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين. الصورة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي من قطاع غزة، وأهالينا في القطاع موجودين في هذه المخيمات في انخفاض ملحوظ. طبعا أكيد بنسمع دلوقتي صوت القصف، طبعا صوت صعب للغاية، في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، في هواء، في أمطار، في سيول، وضع صعب جدا، بعض يعني من قوة الهواء بيقتلع بعض الخيام، لكن زي ما احنا بنسمع صوت القصف شديد للغاية. كل تأكيد مرة أخرى احنا بنتابع مع حضراتكم ما يحدث في قطاع غزة لحظة بلحظة.